ريتال سايبة البيت الكبير وجاية عندي وحشتك إياك. في عينة زمانك ما تتعدي. ليه؟ شايفاني عوجة؟ عوجة. وكلامك مش عاجبني. وأنا كلامي ما بقاش يعجب حد خالص. إيه المقابلة الزفت دي على الصبح؟ ما تتعدي يا بت. هو أنا كده؟ أمشي يعني؟ لا ما تمشيش، اقعدي معايا. تعالي تعالي نقعد وفي الهوا احسن. طب اعملي لنا كوبايتين شاي بقى لحسن، انا مصدعه جدا. ايه جبريه مقفل على الشاي والسكر ولا ايه؟ جبريه حبيبتي تعمل معاك انت الكلام ده، انما انا ده انا اكلها بسنين. طب تعالي يا اختي اقعدي. اوعي تقولي انك جايه تطمني عليا ولا حاجه. لا يا رحم، انا عارفه ان انت زي القرد ما بيحصلكيش اي حاجه، انا بس قلت اقعد يعني اشرب معاكي كوبايه شاي كده واريح دماغي من الهم اللي هناك. في ايه يا بنت مالك؟ عايزه تقولي ايه يا ندى؟ سمعت ان فريده كانت في البيت عند عبد الحكيم. وعرفتي منين؟ هي البلد كلها عندها سيرة غير عبد الحكيم واللي بيجرى في بيته؟ لا، السيرة مش سيرة عبد الحكيم خالص، السيرة سيرة فريدة. انت فاكراني هبلة ولا ايه؟ تقصدي ايه؟ اقصد ان فريدة لسه في دماغك مجنناكي. مين دي عشان احطها في دماغي؟ مرات مروان اللي كان جوزك واللي مدلعها على الاخر ومشيها على عجين ما يلخبطوش. ست بصحيح، عرفت تعمل اللي انت ما عرفتيش تعمليه هبلة. ست دي عاملة زي عروسة المولد، دي ولا تسوى حاجة في سوق الحرية. هو اللي رمرام. لا مش معاكي بقى يا نادية، هي من ناحية ست فهي ست وست قوي كمان. مروان ده بقى أنا عارفة كويس قوي، كان عايز واحدة كده تاخده على الهادي. مروان ده من الرجالة اللي يحب الست بتاعته تدلعه تهننه، لما يتكلم معاها تحسسه ان هو كل حاجه، تفهمه من نظره عينيه. يطفحوا بعض يا حبيبتي، بس انت شكلك واخده بالك منه قوي. انا واخده بالي من اي حد في بيت عبد الحكيم. بقول لك ايه يا نادي، اوعي تحسبي ان مروان هيرجع يقول لك انا اسف انا غلطان حقي برقبتي. مش هيحصل. ومين قال لك اني عايزاه يرجع؟ اسمعي مني بس يا نادي، اشتري دماغك ريحيها شويه. قومي يلا اعملي لنا كوبايتين شاي، انا مصدعه والله. حاضر يا اختي. هبله